ينضم إلينا أيضا من دمشق السيد يعرب خير باك الكاتب الصحفي. وما زال الحديث عن الخسائر الاقتصادية التي منيت بها سوريا والتي بدأت من 2011. سيد يعرب، يعني سيد سومر عندما تحدث في البداية عن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها سوريا قال أن أهم الأمور التي سببت أو التي تسببت في كل هذه المشاكل هي العقوبات. تعليقك. نعم، بداية تحياتي لك ولجميع مشاهدي القناة وإلى صديق الأستاذ سوبر من سوريا. يعني بداية القضية في سوريا قضية مركبة جدا ومعقدة جدا. يعني أولا عندما نتحدث عن دولة أصبح فيها أولا انعدام أمن بعد الهجمات الإرهابية الكثيرة، تدمير بنى تحتية، خطا أوصال المحافظات بشكل يعني يزيد تكاليف الحركة بالكامل، تدمير أغلب المعامل، سرقة أكثر من 4000 معمل باتجاه تركيا وبيعها قطع مفرطة في تركيا. أهم المعامل، معامل كانت قد كلفت بمليارات مليارات دولار سوري، تم سرقتها بالكامل وذهبت. الأراضي التي حرقت، الأراضي التي هجر أصحابها، المعامل والأيادي العاملة وأكثر الحرفيين الذين والمهر الذين غادروا البلاد بسبب هذه الحرب القاسية وبسبب خوفهم على أنفسهم من الهجمات الإرهابية الكثيرة. يعني هذا كله يحرق الدورة ولا تقف في مكان شبه المفلسة تقريبا. هذا كله جعل الحصار فعلا قاسيا جدا. أنا أتفق مع أستاذ سومر أن كل هذه الحرب لم تفعل فعل الحصار، ولكن لولا هذه الحرب لما استطاع الحصار أن يؤثر على سوريا. لدينا في سوريا كإنتاج عندنا حنطة ولا قمح وزراعة كافي لأن تستطيع سوريا أن تغلق حدودها. لدينا من إنتاج نفط، لدينا من مواد الطاقة، لدينا من الصناعات في حلب. حلب كانت قبلة الصناعة في الشرق الأوسط وليس في الخارج. طيب حضرتك بتذكر سيد يعرب أن سوريا تمتلك القدرات والموارد التي من خلالها. نعم سيد يعرب، حضرتك ذكرت أن سوريا تمتلك من الموارد ما يمكنها أن تغلق الحدود ومع ذلك تستطيع أن تتكيف بما لديه. إذن ما الذي خفض كل ما تملكه سوريا بهذا الشكل؟ لم أفهم السؤال، عفوا. حضرتك ذكرت أن سوريا بالفعل تمتلك كل الموارد التي تستطيع من خلالها أن تغلق حدودها ومع ذلك لن تتأثر نتيجة إلى أنها تمتلك كل الموارد التي هي في حاجة إليها. إذن ما الذي تسبب في خفض كل هذه الموارد؟ عمليا نبدا بسرقه المعامل التي تمت، يعني 4000 معمل في حلب لوحدها تمت سرقتها وتهريبها الى تركيا. مرتزقه اردوغان قاموا بسرقه المعامل السوريه بالكامل، اعداد كبيره تمت سرقتها. كل محصول الحنطه المتواجد والذي كان يخزن على مدى يكفي لسبع سنوات بالكامل تمت سرقته واخراجه باتجاه تركيا. هذه بنيه تحتيه اساسيه مهمه جدا. النفط الذي هو الاساس في سوريا بين تهديد تركي في مواقع وسرقته من قبل مسلحي تركي في مواقع اخرى والاحتلال الامريكي، بالتالي موارد سوريا الاساسيه ان ذهبنا الى الغذائيه هي مسروقه، اذا ذهبنا الى الصناعيه والصناعه والتصنيع معامل بالكامل مسروقه، ومع هذا تم اعاده بناء، يعني انا اقول لك تقريبا نصف القدره من هذه الصناعات تم إعادة بنائها، ولكن هذه المعامل بحاجة إلى كهرباء، بحاجة إلى طاقة، بحاجة إلى مهرة تم إخراجها من سوريا. سوريا من حرفيين أولا، الإنسان السوري أولا، وغذاء وصناعة ونفط. هذا كله تم سرقته بالكامل. سيد يعرب، إذا نحن الآن نتحدث عن خسارة كبيرة جدا منيت بها سوريا في هذه الأونة من 2011 حتى اللحظة، نتحدث عن خسائر متتالية.